بات ممكناً إعادة الحركة للمشلولين نتيجة أذية في الحبل الشوكي. بعد الإصابة بأذية في الحبل الشوكي، يصاب الشخص بالشلل كنتيجة لتشكل نسيج ندبي يوقف ارتباط الخلايا العصبية مع بعضها. فالمحاوير، والتي هي الأجزاء الطويلة من الخلايا العصبية التي تنقل الرسائل من جسم خلية عصبية إلى خلية أخرى، تحاول عبور مكان الإصابة، لكن تتكدس جزيئات تعرف باسم البروتوغلايكانز في النسيج الندبي وتشكل شبكة غير قابلة للاختراق، مما يعني أن الأعصاب والتي هي حزم من هذه المحاوير تصبح غير قادرة على نقل النبضات الكهربائية بعد ذلك، فتنقطع الوظائف الجسمية الاعتيادية مثل الحركة والتحكم بالمثانة. قام العلماء بتطوير مركب كيميائي جديد تمكن من علاج إصابات الحبل الشوكي ل80% من الحيوانات التي جرب عليها. جرب هذا المركب الذي دعوه بالبيبتايد سيجما داخل الخلوي ISP على 26 حيواناً كانوا مصابين بالشلل بسبب أذية في الحبل الشوكي، وتمكنت الحيوانات في 21 حالة من التبول أو الحركة أو الاثنين معاً بعد 7 أسابيع من العلاج، وهو من حالات الشفاء غير المسبوقة. فاستعادة واحدة من هذه الوظائف، وخاصة وظيفة المثانة، بالنسبة لأي مريض مصاب بأذية في الحبل الشوكي تعتبر شيئاً خارقاً. ويعمل هذا البيبتيد الجديد من خلال إبطال فعالية المستقبلات المسمى تايروزين فوسفاتيز سيجما في الخلايا العصبية، والتي تتداخل مع البروتوغلايكان، وهذا بدوره يوقف التصاق الخلايا العصبية بالنسيج الندبي وبالتالي تتابع النمو. فعند التجربة كان بيبتيد الSIP قادراً على دفع المحور للنمو حتى عندما كان مرتبطاً بالنسيج الندبي، وطالما أن البيبتيد قادراً على اختراق النسيج الندبي الذي يغطي مكان الإصابة، يمكن ببساطة حقنه في مجرى الدم بدلاً من حقنه مباشرة في الحبل الشوكي. عندها تم اختبار هذا البيبتيد على 26 جرذاً المصابين بأذيات شديدة في الحبل الشوكي. أعطيت هذه الحيوانات حقناً يومية ل7 أسابيع، بينما حقنت مجموعة أخرى بحقن وهمية، حقن لا تحتوي على البيبتيد. وخلال هذه المدة استعاد 21 حيواناً من الحيوانات المعالجة بالبيبتيد واحدة من وظائف المشي والتوازن والتحكم بالمثانة أو جميعها. أما الحيوانات التي أعطيت الحقن الوهمية لم تتغير. ورغم أن هذه النتائج مثيرة جداً، لا زال العلماء لا يعرفون بعد الكثير عن سبب استجابة بعض هذه الحيوانات للعلاج أفضل من بعضها بسبب استعادة حيوان معين وظيفة محددة. إنها من الأسئلة الكبيرة الباقية. يشك العلماء أن لذلك علاقة بالسبل العصبية التي بقيت في الحبل الشوكي لهذه الحيوانات بعد الإصابة، والتي هي الخلايا العصبية المتطاولة التي تربط أجزاء مختلفة من الجهاز العصبي ببعضها، حيث وجد العلماء أن الجرذان التي امتلكت سبلاً عصبية تحوي ألياساً عصبية سيروتونية، وهي الألياف التي تحرر النواقل العصبية في الحبل الشوكي، تجاوبت بشكل أفضل للبيبتيد SIP، حيث كان لكل حيوان في هذه الدراسة نموذج مختلف لعودة نمو هذه الألياف، وهذا قد يفسر تجاوبها بأشكال مختلفة للعلاج، حيث أن عودة نمو الألياف ظاهرة حاسمة، فحتى إن بقي القليل فقط من الألياف سليمة بعد الإصابة، يمكن أن تكون الباب لاستعادة الوظائف المهمة. ويتحرى الباحثون الآن الآليات المحددة لجودة تجاوب الحيوان لبيبتيدات الSIP، ويبحثون في إمكانية مساعدة هذا العلاج البشر الذين لديهم حالات تعود لتشكل النسيج الندبي مثل التصلب المتعددة. لكن يكمن التركيز الأساسي الآن في مساعدة الأشخاص المصابين بالشلل على استعادة بعض الحركية على الأقل. فمن المثير جداً أن يتمكن ملايين الأشخاص يوماً ما من استعادة حركات فقدوها خلال إصابات الحبل الشوكي.